الاستاذ اللي غيتكلم في المسائل القانونيه غير خاص اللي يفهم الراي العام ويفهم الجامع ان ماشي كل من كيحط رجله في المحكمه متهم. غتسمعوا ان شاء الله الاستاذ هو اللي غيشرح. شكرا. شنو سبب الحدوث ديالها؟ ان شاء الله الاستاذ غيشرح. واخا قلنا انت غير باختصار. ان شاء الله الاستاذ غيكمل كل شيء ان شاء الله. استاذ مطمئنه مطمئنه عليك. القضيه اللي دايره عمليه على عنق الله عطيك شويه. الله يشافيك الله يشافيك. طبعا. الدراري دايره عمليه تاعي. شكرا. شويه على قلبك الشفاء. امين. الشفاء العاجل ان شاء الله. امين. شنو عند السي زهراء؟ خليك ليلي. عندك الدراري ياك اخويا قلنا.